أنا أعيش هو عنوان الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون لهذه السنة، يوم مهم يسلط الضوء على الأشخاص المصابين بالتريزوميا بهدف رفع الوعي تجاههم ودعمهم قدر الإمكان. يقول هذا مهبول منقارو قلوا أنا في منقار، أنا أعطيش خدام، أنا دخل في الضراء، أنا خدام البابي نقول كاستل البابي. إذا يكون هذاك لوفيرتور ديسبري باش نخلوهم يكونوا كإنسان عادي عادي، ونخلوهم يندمجوا في المجتمع ونشاركوهم، و pourquoi pas leur trouver des emplois qui parce qu'عندك يا دي بريز ان شارج في نقولوا جمعيات هكذا ياخذوهم ان شارج من 8 6 سنوات الى قال 18، بصح من 18 الفوق ما عندهم اوكين بلاس. الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني للمصابين بالتريزوميا إحدى الجمعيات التي تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال ذوي متلازمة داون منذ 30 سنة من خلال إعداد برامج خاصة لهذه الفئة لتعليمهم وتأهيلهم ثم دمجهم في المجتمع. بس هي بريز ان شارج ماتنا سكولار aussi. C'est une prise en charge scolaire et professionnelle. Il y a le professionnel qui se fait. On a l'étape scolaire qui se fait de la base de l'éveil jusqu'à la cinquième année scolaire primaire. Et de là, ils sont versés dans le professionnel. On vient d'ouvrir un centre à Inaja. C'est un centre qui regroupe 64 adolescents. إزالة الصورة النمطية عن المصابين بمتلازمة داون وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم والاندماج في المجتمع هو ما تسعى إليه الجمعيات المختصة برعاية هذه الفئة، الأمر الذي يستوجب مساندة ذويهم وتعامل الآخرين معهم كأصحاء وليس كمرضى.